اهلا بيكم في حلقه جديده من راندومايزر. الحلقه دي هنتكلم فيها عن لابتوبات الجيمينج او اجهزه الجيمينج المحموله. انت كده مره هتعمل عامل وراك. لابتوبات الجيمنج تعتبر حاجه مهمه جدا في حياه ناس كتير قوي، وبالاخص الجيمرز اللي هم بيتنقلوا كتير، الجيمرز اللي عندهم كذا بيت او مثلا اللي في جامعه فبيقعد في السكن بتاع الجامعه وبيرجع اخر اسبوع. كل الناس دي بتحتاج اللابتوبات الجيمنج، على الرغم ان الناس كلها متفقه وعلى اتفاق تام ان لابتوبات الجيمنج بتبقى اغلى بكتير جدا من انك تجيب جيمنج بي سي. انت ممكن مثلا $500 تجيب جيمنج بي سي معين، لكن مش هتعرف تجيب لابتوب جيمنج $500 يشغلك نفس الاداء. هتضطر مثلا تدفع $900 عشان تجيب حاجه شغالك نفس الاداء بتاع البي سي $500. لكن هو محتاج الميزه دي ومستعد يدفع فرق السعر ده عشان معاه جهاز يلعب عليه في اي وقت في اي مكان، عشان هو بيتنقل كتير جدا. ففي ناس كتير ظروفها محتاجه لابتوب جيمنج فبيجيبوا لابتوب جيمنج. فالشركات اللي بتعمل لابتوبز الجيمنج لقت الموضوع بيبيع اكتر، وفي ناس كتير قوي بتشتري لابتوبز الجيمنج دي، فبداوا يهتموا بيها شويه ويطوروها اكتر بحيث انها تناسبهم اكتر ويكون مثلا بنفس السعر. يعني كل جيل بينزل لابتوبز احسن ويكون بسعر الجيل القديم وبيرخص الجيل القديم، بالظبط زي ما بيحصل في كروت الشاشه اللي بتنزل البي سي العادي. فالموضوع بيتطور على طول. كان بدا قوي زمان، هوريكم دلوقتي لابتوب ده مثلا لابتوب جيمنج من MSI، من الحاجات اللي هي من بقالها سنه ونص او سنتين. فاللابتوب ده تيجي نشوف مثلا هو وزنه تقيل شويه عشان البادي بتاعه معدن، مش مشكله. كان في لابتوب ثانيه برضو بنفس امكانياته وحاجات بلاستيك وزنها خفيف قوي، حجمه رفيع 14 انش عادي خالص، يعني لابتوب زي اي لابتوب اهو، لابتوب عادي خالص ما فيهوش اي حاجه مختلفه عن اي لابتوب عادي. وفي يعني هو بيشغل لاب كويس عشان البروسيسور فيه كور i7، بس كور i7 معمول نسخه معينه لللابتوبات، وجواه كارت في جرافيك 570M ده من انفيديا برضو معمول لللابتوبات. بيبقى مثلا اداها اقل بكتير قوي من الحاجات اللي في البي سي، يعني مثلا جي تي اكس 970 في البي سي اقوى بكتير جدا من 970M. وده ما يقال عليه لابتوب جديد نازل السنه دي. يعني انا صراحه مش شايف ان هو لابتوب خالص، ولا هو وزن لابتوب تقيل جدا، مش عارف اوصف لكم هو تقيل قد ايه. يعني حجمه عملاق، يعني ده المفروض ان هو 17 انش المفروض، يعني بس انا مش فاهم ازاي ده 17 انش، يعني الشاشه 17 بس هو ضخم جدا. فده جواه جي تي اكس 1070، مش نسخه لابتوبات، نسخه البي سي العاديه. ان خلاص الموضوع بيتطور، فكل الشركات بقت بتقدم التكنولوجيا الجديده اللي عندها، بحيث انها خلاص يعني حاجه زي المعماريه الجديده بتاعت باسكال في انفيديا مش محتاجه باور عالي قوي، فبقى ممكن تشتغل في لابتوب عادي خالص. بس انا شايف ان حاجه زي كده ما ينفعش تتسمى لابتوب، لان بص مثلا هنا في ثلاث اماكن تهويه، ثلاث مشتتات كبار بثلاث مراوح، بياخد باور كتير جدا، البطاريه اللي فيه بتقعد نص ساعه ل 40 دقيقه، في مداخل ثاندر بولت ورا هنا وحاجات يعني مش موجوده في لابتوب اصلا. حتى كل حاجه فيه، حتى السلك بتاع الطاقه بتاعه اشيله بس عشان تقيل فعلا، استهلاك الطاقه بتاعه اعلى من اللابتوب العادي. فاللابتوبات دلوقتي وصلت لمستوى جديد وغريب جدا بحجمها الكبير قوي ده ووزنها الثقيل ده. ممكن خلاص ما ينفعش انها تبقى تنقل بيها بسهوله، انت هتشيل شنطه تنقل بيها، تتحرك بيها، تسافر بيها، بالوزن ده تبقى ثقيله جدا، غير ان حجمها كبير فهتضطر تجيب لها شنطه ضخمه كبيره تشيل فيها الكلام ده. فممكن اللابتوبس الجديده اللي من النوع ده ما تفيش الغرض بتاعها اللي كان مخلي اللابتوبس القديمه تنتشر الانتشار ده. فالحاجه اللي تسمى بلابتوب جديد ده هي اشبه بالاجهزه اللي تبقى صغيره متجمعه كده اهو، جهاز بي سي متجمع كده اهو، بحيث انك ما تشغلش نفسك بالتجمعات وكده، انت بتجيب البي سي تحطه وصل فيه شاشه وكيبورد وماوس وبعد كده تشتغل. هو اشبه بحاجه زي كده، لكن كل ما في الامر حطوا عليها شاشه. خليني بس هوريكم حاجه دلوقتي، ده حاجه من اسوس من اللي انا اقصدها، ده جهاز بي سي جيمنج، المفروض ان هو حاجه يعني عامله شبه الكونسول شويه، انك تحطه بعد كده توصل فيه ماوس وكيبورد، فيه كل المداخل اللي احنا عايزينها وباور وكل حاجه، يعتبر جهاز متكامل لكن بحجم صغير. اللي حصل في اللابتوبات الجديده ان هم جابوا ده بالظبط، مجرد عرضوه شويه وحطوا فوقيه شاشه وكيبورد، كده هو بقى اسمه لابتوب، لكن هو ولا وزن ولا امكانيات ولا استهلاك طاقه بتاع لابتوب خالص. عشان ما حدش يفهم كلامي بمعنى غلط خالص، انا بقولش ان اللابتوبات وحشه ولا اي حاجه، بالعكس هي حلوه جدا وقويه جدا. يعني لابتوب زي MSI لسه هقولكم شويه، ده الشاشه اللي فيه 120 هرتز، انت ممكن خلاص يعني بيديك تجربه انت جايب هاي اند بي سي، واداؤه فعلا هاي اند بي سي، لان في جي تي اكس 1070 وكور i7 من الجيل السابع، فخلاص الموضوع بقى متطور جدا وبقى قوي جدا. بس المشكله هنا في الوزن والحجم، ان هو خلاص ما بقاش هينفع ان هو يقفل الغرض الاساسي بتاعه. اللابتوبات اول ما بدات خالص كانت معموله انك تتحرك بيها كتير وتنقل بيها وتسافر بيها، دلوقتي التحرك والتنقل والسفر بحاجه زي كده صعبه جدا، وكمان البطاريه فيه مش هتقعد كتير قوي، فانت مش هتعرف تشتغل فيه من غير بطاريه فتره طويله، فانت دايما محتاج يكون في باور سورس، فصعب قوي تكون شغال في الشارع او كده، لازم يكون في بيت. وكمان وزنه ده هيخليك انك حاطه في بيت على طول، انك مش هتنقل بيه عشان وزنه تقيل ده وانت شايله. هو تقريبا كده بقى بي سي بس يعني متجمع كله في بعضه، وفي شاشه وكيبورد زي ما قلنا في الاول. لابتوبات الجيمنج دلوقتي فيها طريقين، اللي هو اللابتوبات العاديه الصغيره اللي وزنها خفيف وحجمها متوسط، يعني ممكن تشيلها وتتحرك بيها بسهوله، لكن بيبقى سعرها غالي قوي مقابل الاداء اللي هي بتقدمه، ده كان موجود زمان شويه. دلوقتي اللابتوبات اللي نزلت السنه دي ادائها متقارب جدا للبي سي، لازال برضه سعرها غالي لكن مش هتاخد ميزه التنقل بسهوله وكده. طب انا بالنسبه لكم ايه احسن، اللابتوبات اللي كانت بتنزل قبل كده ولا اللابتوبات اللي بتنزل السنه دي؟ مش معنى كده ان كل
اللابات اللي نزلت السنه دي بالحجم الضخم ده والوزن الثقيل ده والامكانيات الجباره دي. في حاجات نازله بالستايل القديم وزنها صغير وحجمها رفيع وممكن تتنقل بيها وتشيلها بسهوله جدا، تبقى ارخص شويه يعني. فانا بقى بالنسبه لكم ايه احسن، اللابتوبات اللي تبقى امكانياتها جباره جدا واداء حلو جدا وحاجه ضخمه جدا بس بتحصل على استهلاك طاقه عالي قوي وبطاريه عمرها قليل وزن وحجم كبير جدا صعب تتنقل بيه، ولا اللابتوبات العاديه اللي ممكن تتنقل بيها وتحركها بسهوله في اي مكان. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب عشان تتابعونا لحد الفيديو اللي جاي. سلام. شفت دي؟ ايه دي يعني بتحكم فعولهم مثلا؟ ايه اللي حصل ده؟ في ايه؟ تحس ان السقفه جابت من هناك صح؟ في ايكو كبير قوي حصل مع العماره اللي هناك دي.